أني طفلة الوحيدة نعمل الشو هذاي في تونس وفي العالم العربي زي دره باش نكونوا واضحين. عسلامة. واضح. اسمي ويئام رشاح، بيركيسيونيست معروفة ويوي بيركو. أنا البنية الوحيدة اللي اخترت نعمل شو كما هكا، فيه دانس وفيه بيركسيون وكل شيء مع موسيقى وكل. بما أنه تولدت في عائلة فنية عريقة من الأب ومن الأم ومن الجد ومن جدة الجد، وكانت جدتي أول ماشطة في البلاد، يعني أول فنانة في البلاد. بابا زاد عازف كمانجا وعازف عود، وماما بيركسيونيست وشانتوز. كهو بدأت الحكاية من الصغرى. دونك كان حلمي باش نكون نعمل باتري. دوبا ما مشيت قريت في الانستيتو، ما عملتش من قبل الحقيقة، أما دوبا مشيت قريت في الانستيتو، شفت ألف باتري طول قاعدة وبديت هكا نعزف ونكتشف وكل شيء. يا أخي فاق بي أستاذي بروفي نوجه له تحية، نحبه برشا، زاد حتى هو كان عنده فضل كبير في اللي وصلت له واللي مازلت باش نوصل له، معناها ما ننكرش فضله. هو اللي كان سبب باش نكون نعمل سبيسياليتي باتري، من الأول عامل سبيسياليتي بيانو الحقيقة، بوسكو إني من الصغرى نعزف أورج، من الصغرى بابا معلمني أورج. بديت الباركور نتاع الباتري، ومن بعدها بيركسيون الحقيقه وحدي. بديت مع الباند بتاع مرتضى الفتيتي، نوجه له تحيه. ومن بعدها في قبل ما نطلع احنا لسان، فما دي جي ساعات يحط موسيقى. نذكر وقتها موسيقى عجبتني، بديت نذكرها كيما تو في الحمامات. موسيقى يعني مست فيها، وبديت قاعدة نكتشف شو لازم شو تجي هنين. بديت نمس في الكلوش، بعد وليت نمس في الكراش، بعد وليت نمس في الليتوم، وبعد وليت من غير ما نشعر غمض في عينيا، وبعد وليت بدني كل يتحرك. وقتها شلقوا بيا، زاد بروفي وقتها شلق بيا وجمع لي معايا كل نوجه لهم تحية، شجعوني قالوا لي علاش ما تعملش، علاش ما تكملش في الشو هذا. من وقتها جات الفكرة نتاع نعمل شو مع دي جي. نحب نقول للبنات ما فماش حاجه نتاع اولاد نتاع بنات، توا ما شاء الله المراه التونسيه نلقاوها في لي دومين الكل، نلقاوها تسوق طياره باش ما نلقاوهاش تعزف بيركسيون وتعمل شو كيما هكا. دونك نشجع البنات الكل باش نقول لهم راهو مش صعيب باش تحب توصل تامن بروحك وتوصل اللي تحب انت.